السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه باغادي دوغو. سعيده جدا بلقياكم، كنتمنى تكونوا ديما بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. وشكرا جزيلا لكل الناس اللي كيخليو ليا تعليقات، شكرا على الكلمه الطيبه، وشكرا ايضا للناس اللي كيجربوا الوصفات. فغالبا كنحيروا اشنو نوجدوا العشاء. اليوم غنقدم لكم هاد البيني المالح معمر بحشوه بسيطه ولكن لذيذه جدا، وطريقه التحضير ديالو سهله، يعني ما غنستعملوش اي قطعه، غنقطعوه كله، غنقطعوا العجين مره واحده على شكل مثلثات كما كتشوفوا. فكيجي لذيذ خفيف وما شربش الزيت كما غتشوفوا معايا. نمشيو على بركه الله نشوفوا المقادير والطريقه. غادي نبداو على بركه الله بتحضير العجين. انا خديت هنايا 300 غرام ديال الدقيق الابيض او الفورس، جوج معالق ديال الزيت، زيت نباتي، معلقه صغيره مع مرش ديال السكر سنيده، غير قليل جدا غير باش كيعطينا واحد اللون محمر للبيني، حبه ديال البيض، جوج معالق كبار ديال الحليب المجفف. الا كنا غنجمعوا العجين بالماء كنا غنجمعوه بالحليب، لا داعي لهاد الحليب المجفف. معلقه كبيره مع مرش ديال خميره الخبز الجافه، وممكن تستعملوا اقل على حساب حراره الجو. وطبعا شويه ديال الملح. كناخدو اناء غنخلطو فيه المكونات كلها، الدقيق، الحليب المجفف، سكر سنيده، الخميره ديال الخبز، الملحه، الزيت، والحبات ديال البيض. وغنجمعو هاد العجين بماء دافي او حليب دافي اللي بغيتو، كنضيفو الماء بشويه بشويه. بغينا عجين يكون رطب، انا شويه طلقات ليا العجينه، كثرت واحد شويه الماء ماشي بزاف، فضفت معلقه كبيره ديال الدقيق فقط، وغندلكو العجين مزيان. فالعجين ملي كيتدلك مزيان ما كيبقاش يلصق بزاف كما كتشوفوا، كتولي واحد العجينه اللي رائعه. ضروري العجين يكون مرخوف. انا هنا دهنت ايديا بالزيت ودهنته بالقليل من الزيت كما كتشوفوا، عجين اللي من اروع ما يكون. كندهنوا اناء بالزيت وغادي نخليوه يخمر لمده 40 دقيقه حتى كيتضاعف الحجم ديالو، ومن بعد نرجعوا ليه. انا غنغطيه ببلاستيك غذائي وغادي ندير واحد الثقوب في هاد البلاستيك باش العجينه كتنفس، بان كوردون او قطيب خشبي، وكنخليوها تخمر مزيان. ضروري تخمر مزيان باش كيجينا البينيه خفيف. فجوج ديال العوامل اللي كيخليوه خفيف القوام ديال العجين، ما يكونش العجين قاصح في الاول، ونخليوه نعطيه وقته الكافي باش يخمر. هنا بعد ما خمر وضاعف الحجم ديالو كيما كتشوفوا، غادي نرشو شويه ديال الدقيق في سطح العمل، وغنقسموا هاد العجين على جوج. كل قطعه غادي نخرجوا منها 6 ديال القطع ديال البينيه كيما غتشوفوا معايا، يعني في المجموع غنحصلوا على 12 قطعه ديال البينيه او مثلثات. كنشكلو هنا كويرات كيما كتشوفوا، وغنشكلو الثانيه بنفس الطريقه. كنخليوهم يرتاحوا غير واحد دقيقه ماشي بزاف، وكنطلقوهم باش كيطلقوا لينا. كنطلقوا بالمدلك، العجينه ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف. هانتوما غتشوفوا معايا، نحاولوا اننا نخليوها بشكل دائري، يعني كنطلقوا وكندوروا. هنا البنات اللي ما غاديش يخرج ليهم الشكل مقاد، ممكن بعد ما كيطلقوا العجين يحطوا فوق منه واحد الطبسيل اللي يكون صغر من العجين شي شويه، ويقطعوا، يعني يقطعوا بمساعده الطبسيل بحال هكا، يدوزوا واحد القطعه ديال البيتزا. وممكن اننا نكملوا غير بيدينا كما درت. فكما شفتوا السمك ديال العجين ماشي غليظ بزاف وماشي رقيق بزاف. كنقطعوا العجين على جوج، وكل نص غنقطعوه على ثلاثه بهذه الطريقه، فكيعطينا 6 ديال المثلثات اللي غادي نحطوهم جانبا باش يخمروا مره اخرى لمده 20 دقيقه. كنديروا نفس العمليه مع الكره الثانيه ديال العجين، كنطلقوها حتى هي بالمدلك ونقطعوها بنفس الطريقه.
وهنا ممكن انكم تخليهم يخمروا وتقليهم مباشره، وممكن انكم تدوزوهم في البيض ولا شابلوغ كيما غندير انا. هنا ملي كملتهم مباشره خديت جوج بيضات مع شويه ديال الملحه والبزار، كنخلطوا مزيان هاد جوج بيضات نطربوهم، وكناخذوا لا شابلوغ اللي هي غندوزو المثلثات ديالنا بعد ما كملنا، ندوزوهم في البيض وندوزوهم في لا شابلوغ ونخليوهم يخمروا لمده 20 دقيقه قبل ما نقليوهم. هاد العمليه اختياريه ولكن كتعطي واحد الشكل زوين بزاف لبيني. كنستمروا حتى نكملوهم كلهم. وكندوزوهم في لا شابلوغ، نغلفوهم مزيان ونحاولوا نتخلصوا من الفائض ديال لا شابلوغ باش ما كينزلش لينا في المقله ملي كنكونوا كنقليوه، وما ينزلش بزاف. صافي حتى كنكملوا ونخليوهم يخمروا، نغطيهم بمنديل ونخليوهم يخمروا لمده 20 دقيقه. ممكن في هذا الاثناء نحضروا الحشوه الا ما كناش حضرناها من قبل. كناخذوا بصله مقطعه رقيق، بيض مسلوق محكوك في حكاكه غليظه، تقريبا واحد 4 أو 5 ديال البيضات، جبن محكوك وشويه ديال الزيتون مقطع اسود او اخضر، علبه ديال الطون وشويه ديال الجبن محكوك للتزيين. خديت ايضا شويه ديال المايونيز، ما بقاش عندي بزاف، هادشي اللي بقى عندي، وضفت عليه كميه ديال الجبن جبلي او اي نوع جبن كريمي، تخلطوا مزيان. ممكن ديروا غير الجبن الكريمي بوحدو وممكن ديروا غير المايونيز او تخلطوهم بجوج، كيبقى لكم الاختيار، بجوج كيكونوا ألذ. هنا بالنسبه للحشوه ضفت ليها شويه ديال الملحه والبزار فقط، وغادي نضيف هاد الكريمه اللي حضرت بالجبن والمايونيز، فكتعطيها واحد اللذة اللي زوينه بزاف، وحتى البصله كتواتى بزاف مع الطون. كنخلطوا كل شيء مزيان، نخليهم في الثلاجه ونمشيو نقليو لي بيني ديالنا بعد ما خمروا. كناخذوا مقله اللي نديروا فيها الزيت، نخليوه حتى يسخن مزيان، ضروري الزيت تكون سخونه، وكنبداو نقليو لي بيني ديالنا. النار ما تكونش مهيله باش ما يشربوش لينا الزيت، النار تكون شويه عاليه، ماشي بزاف، ماشي غير نحطوهم يتحرقوا لينا، فتكون النار عاليه ولكن ياخذوا وقتهم في الطياب. كنبداو نديروا الزيت من الفوق كما كتشوفوا باش كيتنفخوا مزيان، وكنقلبوهم للجهه الثانيه. كنخليهم على الجهه الثانيه حتى كيتحمروا وكياخذوا لون ذهبي. وهنا مازال ما تحمروش مزيان من الجهه الاولى، فغنرجعهم واحد شويه باش كيطيبوا ليا مقادين الجهتين بجوج. صافي وكنصفيهم من الزيت، نقطرهم مزيان وكنحطوا مباشره فوق البابيي ابسوربون او الورق النشاف. هما هادو حطيتهم فوق الورق مباشره، وغادي نستمروا نقليو حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. كنخليهم غير واحد شويه يبردوا، ماشي بزاف باش نقدروا نقيسوهم. ها نتوما كيجيو مفشفشين خفاف بزاف وخاويين من الداخل، يعني ممكن ديروا الحشوه اللي بغيتو، ممكن تنوعوا في الحشوه بداك الشيء اللي موجود عندكم، ممكن تضيفوا الخس الخيار اللي بغيتو. كنديروا واحد الفتحه في القاعده ديال هاد المثلث وكنبداو نعمروا بالحشوه اللي حضرنا.
هانتوما كي تيجيو خاويين من الداخل، وكنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوهم كلهم. انا غنفتحهم هو الاول ومن بعد نعمر كل شيء. فما كيجيوش شاربين الزيت نهائيا، انتما ناشفين من الداخل. وبعد ما كنعمروهم كندهنوهم من الاسفل بشويه ديال الجبن الكريمي او المايونيز اللي عندكم، وغادي ندوزوهم في فرماج محكوك. انا حكيته في الحكاكه غليظه، ممكن تحكوه غير في الحكاكه رقيقه على حسب الذوق ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها بصحه وراحه. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفه جديده باذن الله.